أردوغان يفاجئ واشنطن، منظومتنا الدفاعية دخلت الختمة رسمياً، أضرب 60 هدفاً. لتطور تركي مفاجئ للولايات المتحدة، أعلنت صناعات الدفاع التركية تسليم أنظمة الدفاع الجوية الصاروخية حصار A+ وحصار O إلى القوات المسلحة التركية بكامل طاقتها وبكل عناصرها، التي تعد اختراقاً كبيراً في الدفاع الجوي التركي مؤخراً. جرى تطوير منظومات حصار بالموارد المحلية والوطنية، ويمتلك نظام حصار O+ بنية تحتية قوية في هياكل البطاريات، ويتألف من مركز التحكم ونظام إطلاق الصواريخ ورادار الدفاع الجوي على ارتفاع متوسط وعال ونظام بصري كهربائي وصواريخ باحث عن الأشعة تحت الحمراء وصواريخ باحث عن الترددات الراديوية. ويحتوي نظام حصار O+ على 3 مركبات إطلاق على مستوى البطارية و9 قاذفات على مستوى الكتيبة، ويمكن للنظام الكشف عن الطائرات المقاتلة النفاثة وتتبعها من مسافة 40 إلى 60 كيلومتراً وتتبع أكثر من 60 هدفاً. يبلغ أقصى مدى للنظام 25 كيلومتراً بصواريخ موجهة، من 25 إلى 35 كيلومتراً بصواريخ موجهة بأشعة RF.